يعني دايما الفرقه الكبيره يا كابتن ميدو، وانت على ماذا لازم الدكه عندي لازم تبقى تقيله، لازم لان انا يقع عندي اصابات، ايقافات، اي ظرف طارئ، لازم يبقى اللي عندي بره يخش جوه. ده كابتن شريف اكرامي غاب سبق الوقت، جه محمد الشناوي ما شاء الله، ما شاء الله سد، مظبوط. سعد سمير غاب، محمد نجيب موجود ما شاء الله بحضرتك، ايمن اشرف لعب في حياتك في اللي هو لعب مساك برضه سد، فده في الاهلي كبير، الاهلي كبير. تمام، طيب نروح نشوف محمد سعيد عنده ايه كده بسرعه من جوه الاجواء. محمد سعيد اتفضل. مساء الخير يا كابتن ميدو، مساء الفل. هذا اللي يفك وكل مشاهدي قناه الاهلي، يمكن في هذه اللحظات بدات مراسم اجراء قرعه دوري الابطال الافريقي، وهو الحدث الابرز، وبيتم في هذه اللحظات تقديم 2 من السفراء اللي هيكونوا مشاركين في سحب قرعه دوري الابطال الافريقي. بدا طبعا عمرو فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي لكره القدم بالحديث الاول عن السفير الاول، هو مارك فيش اللاعب الجنوب افريقي اللي كان شارك مع منتخب بلاده في كاس الامم الافريقيه لاستضافه جنوب افريقيا عام 96. اكيد اكيد. وفي اثناء الحديث يمكن تم برضه ايضا استضافه الان اللاعب الانغولي جيلبرتو نجم النادي الاهلي، واللي شارك مع النادي الاهلي ومنتخب انغولا في العديد من البطولات الافريقيه، وبيحضر اليوم ايضا كسفير لبطولات الاتحاد الافريقي. ومنذ قليل يمكن كابتن حازم امام كان السفير الثالث، كان مشارك في سحب قرعه مباريات دور ال 32 المقرر في كاس الاتحاد الافريقي الكونفدراليشن كاب. تمام. واللي اسفرت عن مباراه المصري مع منانا الجابوني. شاءت الاقدار والظروف للمصري ان يواجه منانا، الفريق الذي واجهه الاهلي في الايام القليله الماضيه في البطوله الافريقيه. من حسن حظ المصري. من حسن حظ فريق النادي المصري. كتاب مفتوح. الباب مفتوح والمباراه قريبه. يعني كتاب مفتوح قدامه كمان يا سعيد، يعني النادي الاهلي لعبه ماتشين، اكيد الكابتن حسام حسن هيعرف نقاط القوه ونقاط الضعف. فريق منانا يعني كويس ان هو يقابل المصري. اتفضل. والمباراه قريبه، يعني مباراه الذهاب يوم 8 ابريل ومباراه العوده بعدها ب 10 ايام 18 ابريل. تمام. يعني من حسن حظ مصر كمان المباراتين في وقت قريب جدا من مواجهتهم لمباراه الاهلي. تمام. لكن بالنسبه بقى لتصنيف دوري الابطال، يمكن لجنه المسابقات بالاتحاد الافريقي اعلنت ان تصنيف الفرق، يمكن التصنيف الاول الاهلي، الوداد، النجم الساحلي مازيمبي الكونغولي. تمام. التصنيف الثاني الترجي التونسي، وفاق السيف الجزائري، ديسكو الزامبي، سان داونز الجنوب افريقي. التصنيف الثالث مولوديه الجزائر، كامبالا سيتي الاوغندي، حريه كوناكري الغيني، مابان سوالوز سوازيلاند. والتصنيف الرابع الدفاع الجديد المغربي، اول اغسطس الانغولي، تاونشيب برولز بتسوانا، واي اس بورتو التوغولي. هناك مباراتين ستقام في دور المجموعات يوم 4 مايو والمباراه الاخرى يوم 14 مايو. بعد اجراء مراسم القرعه ستحدد بالضبط المباراتين اللي هيواجههم الاهلي قبل انطلاق مباريات كاس العالم باذن الله. الاتحاد الافريقي استغل ان في مباراه بتلعب في شهر مايو للاجنده الانديه الافريقيه. تمام. الوفود اللي موجودين مشاركين زي ما احنا شايفين كابتن اسلام الشاطر، مستر مانويل كوزي، كابتن احمد شبير ايضا حاضر في الصفوف الاولى. يمكن تم توجيه الدعوه لعدد من نجوم الكره المصريه لحضور قرعه البطولتين الافريقيتين اللي هي دوري الابطال وكاس الكونفدراليه. ويمكن عمرو فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي منذ قليل يمكن بلغ تحيات احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكل الوافدين والحضور، لانه تعذر حضوره لارتباطه ببعض الاعمال الخاصه في دول غرب افريقيا في التوقيت الحالي، فبالتالي تعذر حضوره لقرعه مسابقات الانديه الافريقيه. تمام. وارسل تحياته لكل الوافدين. وهناك فيلم تسجيلي تم عرضه للانديه الافريقيه ال 16 المشاركه في هذه البطولات، وابرز الاهداف التي احرزت وابرز المشاركات التي احرزت في المباريات الاخيره. ويمكن في هذه اللحظات انا معاك كابتن ميدو، انا شايف جيلبرتو، يعني جيلبرتو بيثني على مانويل كوزين، ونقول من المدربين اللي كان لهم دور كبير جدا مع النادي الاهلي ومعايا في البطولات الافريقيه، فوجه لهم تحيه خاصه لمانويل كوزين. تمام. معاك كابتن ميدو. تمام. يعني لسه ما القرعه لسه ما بنتش حاجه يا محمد سعيد. لسه يعني كان انا بتكلم معاك بعد ما تم دعوه مارك فيش وستيان جيلبرتو، بيتم دلوقتي اجراء حوار سريع على دور كل لاعب في مشواره الافريقي ودوره مع منتخب بلاده ومع الانديه. ومارك فيش تحدث عن التجربه التي ظهرت بها جنوب افريقيا عام 96، لكن سيباستيان جيلبرتو لسه ما زال حتى هذه اللحظات بيتحدث، لان مشواره طويل جدا مع النادي الاهلي، وتحدث وذكر اسم مانويل جوزيه وذكر اسم النادي الاهلي. ويمكن في لقطه طريفه يمكن احد القائمين على التنظيم بيتحدث مع جيلبرتو انه ما زال في اللياقه الفورمه ولياقه المباريات،
والفورمه البدنيه العاليه. يمكن جيلبرتو ما اتغيرش يمكن من ساعه اخر مره مضى كان مع النادي الاهلي وبيشارك مع الاهلي في البطولات الافريقيه حتى هذه اللحظه لسه بيحافظ على شكله وستايله كلاعب كره قدم نجم كره قدم في القاره الافريقيه. وانا معاك كابتن ميدو يمكن هيبدا يتم شرح الطريقه اللي هيتم سحب بيها قرعه دوري الابطال الافريقي. اولا كل تصنيف او كل وعاء في اربع فرق، التصنيف الاول هيبقى الوعاء A، التصنيف الثاني B، التصنيف الثالث C، التصنيف الرابع D، وهيبدا يتم سحب كل فريق ويتم الاختيار اذا كان هيكون A1 او A3 او A3 او A2 او A4 او B1. بترتيب المباريات كمان هيتحدد حسب تواجد كل فريق في ترتيبه في المجموعه. يعني التصنيف الاول لو الاهلي تم سحب الاسم النادي الاهلي دلوقتي ممكن هيطلع B4 او A4، يعني ترتيبه 4 او 3 او 2 او 1 ليس له علاقه بالتصنيف لكن هيكون له علاقه بترتيب المباريات. وده بيتحدد اذا كنت في البدايه A1 هيكون اول مباراه على ارضك، لو كنت A2 او A3 هيبقى اول مباراه خارج ارضك. ده بيتحدد حسب ترتيب المباريات بالنسبه للبطولات الافريقيه. لكن وانا معاك يمكن لسه دلوقتي هم بيعرضوا فيلم تسجيلي بالطريقه اللي هيتم بيها سحب قرعه الانديه الافريقيه بالنسبه للمستويات الاربعه في المجموعات الاربعه. تمام معايا دلوقتي كابتن مودو هتبدا مراسم القرعه وسحب الكرات الخاصه بكل فريق. يعني نستناك ولا نروح الاستاذ ممدوح نتكلم معاه ونرجع لك تاني، ايه رايك؟ يعني وانا معاك اقدر اقول لك يعني ابرز المواجهات الكونفدراليه، لان خلاص يعني الكرات هتبدا تتسحب. وانا معاك دلوقتي اسيك ميموس هيلاعب شباب بلوزداد الجزائري، ده المباريات القويه اللي هتبقى في الكونفدراليه. المصري منانا نهضه بركان المغربي هيواجه الفريق اللي خرج مصر المقصه اللي هو جينيو زفوت الغالي. لكن وانا معاك اهو تبدا تحت قرعه دور الابطال المجموعه الف في المجموعه ايه تاون شيب رول بوتسوانا، ده اول فريق تم سحب اسمه من الكرات تاون شيب رول البوتسواني، سيكون في المجموعه يعني ايه يعني يا A يا B يا C إحدى المجموعات الأربعة. هيكون في المجموعة A2 تمام. ده عايزين حساب مثلثات. رول البوتسواني A2 تمام زي ما توقعت يا كابتن ميدو في المجموعة A فعلا. بس ما فيش 2 بس هيتم سحب فريق اخر في المجموعه ب مجموعه بي المجموعه الثانيه هيكون فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي. تمام الدفاع الحسني الجديدي سيكون في المجموعه بي المجموعه الثانيه بي لكن من مجموعه بي المجموعه الثانيه الدفاع الحسني الجديدي لكن سيتم الان معرفه ترتيبه في المجموعه حسب المباريات. هيكون في المجموعه الثانيه هيكون بي 3 بي 3 بي 3 تمام. يعني رولز البتسواني في A2 والدفاع الحسني المغربي في B3 المباراة الأولى هتكون على أرضه. تمام. AS توجو واللي ده احنا ما زلنا في التصنيف الرابع، يمكن الدفاع الحسني الجديد المغربي وتاون شيب البتسواني وAS توجو مع أول غوص الأنجولا أيضا، كل هذه الفرق هي في التصنيف الرابع. لكن يتبقى فريق AS توجو سيتحدد تواجده في المجموعة الثالثة أم المجموعة الرابعة. AS توجو في المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة. في المجموعة الثالثة. لكن سيكون في C1. المجموعة الثالثة ترتيبه الأول. AS توجو في المجموعة الثالثة. إذا أول غصن الأنجولي هيكون في المجموعة الرابعة. تمام.
اذا ده التصنيف الرابع. تاون شيب بتسوانا في المجموعه الاولى، الدفاع الحسني الجديدي في المجموعه الثانيه، اي اس توبو المجموعه الثالثه، ثم فريق اول اغسطس الانجولي في المجموعه الرابعه. لكن لم يتحدد حتى الان سيكون ترتيبه في المباريات سواء دي 1 او دي 2 3 او 4. دي 2 ستكون اول مباراه على ارضه. دي 2 دي 2 اول اغسطس الانجولي اول مباراه ستكون على ارضه. ده اول اغسطس الانجولي. تمام. واول اغسطس الانجولي يلعب مبارياته على الملعب الوطني اللي اقيمت عليه مباريات كاس الامم الافريقيه 2008 في انجولا. يعني الشيء المميز في الفرق حتى الان اللي تاهلت انها تلعب في معظم البلاد في العواصم في الملاعب الرئيسيه الخاصه ببلدانها. فاذا اول اغسطس الانجولي في المجموعه الرابعه دي 2 عشان خاطر جيلبرتو. ماشي. عشان خاطر جيلبرتو. الآن بيتم سحب تصنيف الثالث فرق من مولودية الجزائر أو كامبالا سيتي الأوغندي أو حرية كوناكري الغيني أو بابان سواليز من سوازيلاند. وبدأ جيلبرتو بيسحب الكرات. ده المستوى الثالث. ده المستوى الثالث. تمام. كامبالا سيتي الأوغندي. كامبالا سيتي الأوغندي. سيكون في المجموعة الأولى. في المجموعة الأولى مع ماشي مع تاون مع رولز البتسواني. مع تاون شيب رولز البتسواني. تمام. لكن سيتحدد ترتيبه هل A1 or O3 أو or 4 A3 A3 إذا أول مباراة تحددت تاون شيب رولز البتسواني مع كامبالا سيتي الأوغندي. تمام. يعني دي اولى المباريات التي تحددت. تمام. تاون شيب الجواني وكامبالا سيتي الاوغندي في المجموعه الاولى وهي اولى المباريات بينهم. اوكي ماشي. يتبقى باقي الفرق التصنيف مولوديه الجزائر ام حريه كوناكري الغيني ام بان سوالوز سوازيلاند. لكن بيتم شرح كمان يا كابتن ميدو انا معاك ان البطوله الافريقيه السنه دي ستكون هي اخر المواعيد المتعلقه بالترتيبات، لان من البطولات القادمه سيتم تغيير الموعد والاجنده كما كانت او كما هي المواعيد في البطولات الاوروبيه من شهر اغسطس حتى شهر مايو. تمام. جيلبرتو بيسحب احدى الكرات ايضا لمولوديه الجزائر. مولودية الجزائر مع الدفاع الحسني الجديد المغربي. تمام. ديربي مغربي بين بطل الجزائر وبطل المغرب. مولودية الجزائر. مولودية الجزائر يتحدد بس ترتيب المجموعة الثانية. المجموعة الثانية هل بي 1 ولا بي 2 ولا بي 4؟ إذا كان بي 1 ستكون أول مواجهة مع الدفاع الجديد. بالظبط. لكن حتى الآن مولودية الجزائر بالفعل أولى المباريات مولودية الجزائر سيواجه الدفاع الحسني الجديدي. تمام. مولودية الجزائر سيواجه الدفاع الجديد وهي أولى المباريات ستكون في الجزائر، ومولودية الجزائر سيبدأ أولى مبارياته في الجزائر ويستضيف الدفاع الحسني الجديدي المغربي. تمام. إذا ديربي مغربي في المجموعة الثانية. ده بي 2 يا بي 2 يا سعيد؟ دي بي 2 يا كابتن ميدو. دي بي 2. تمام. دي كده المجموعة الأولى تاون شيب بوتسوانا مع كامبالا سيتي ده أول ماتش في تمام أول مجموعة وأول ماتش. تمام. المجموعة الثانية مولودية الجزائر والدفاع الحسني الجديد المغربي وبرضه ده أول ماتش بينهم. تمام. وفي المجموعة الثالثة حتى الآن إي إس توجو لكن لم يعني لسه ما اتسحبتش الكرات، بيتم إجراء حوارات يعني يا كابتن ميدو أنا معاك يمكن بعد ما بيتسحب أسامي الفرق بيتم أسئلة لماركي فيش ولجيلبرتو عن المشاركات الافريقيه وكيف هي الاجواء وكيف تستعدون للانطلاقه الافريقيه وكيف تواجهون هذه الفرق واذا واجهت فريق افريقي او اذا واجهت فريق عربي. اكيد اكيد احنا معانا الاستاذ ممدوح فهم يا سعيد طبعا الناقد الرياضي الكبير بالاهرام. منورني ومشرفني هنا في الاستوديو.
اهلا بيك يا استاذ ممدوح، تحياتي ليك وتحياتي لكل متابعينا. حضرتك عايز تساله عن حاجه؟ اتفضل. خليك معانا بس اقول يعني بطل الحكايات وخلاص القرعه عشان الناس قلقانه بعد كده حكوا بعد كده الانين الانين ما هو بس لازم يبقى فيه شويه يخلوها بعد القرعه سسبنس كده. مستمر معاك كابتن ميلو؟ معاك. طيب هو جيلبرتو دلوقتي بيسحب احدى الكرات حريه كوناكري. حريه كوناكري الغيني سيكون في المجموعه الثالثه مع اي اس توبو. حريه كوناكري تمام. كوناكري الغيني سيكون مع بطل توبو اي اس. اي اس بطل توبو تمام. حريه كوناكري الغيني لكن حتى الان سيتحدث هيبقى سي اي بقى. سيكون سي 4. سي 4. سي 4. تمام. وستكون اولى مبارياته ايضا مع اي اس توبو. برضه؟ المباراه ستكون في ملعب اي اس توبو. تمام. حريه كوناكري امام اي اس توبو والمباراه الاولى ستكون في ملعب اي اس توبو. تمام. اذا الفريق الاخير مابان سوازيلاند سيكون في المجموعه اول اغسطس. مع اول اغسطس بطل اغسطس مع اول اغسطس الانجولي. لكن لم يتحدث ترتيبه، هل دي يعني ترتيبه في المجموعه الجي 1 ولا جي 3 ولا جي 4؟ اسمه مابان يا محمد مش كده؟ مابان سوالوس سوازيلاند. مابان سوازيلاند تمام. دي 4. دي 4. مابان سوازيلاند دي 4. لكن لم يتحدد طبعا اولى المباريات، يعني يمكن المجموعه الوحيده حتى هذه اللحظه لم يتحدد اي مواجهه للاخر سيواجه، يعني عكس المجموعه الاولى والثانيه والثالثه. نقترب من التصنيف الثاني والاول، الكل ينتظر طبعا المواجهات المرتقبه، يعني الترجي وفاق ستيف سان داونز ثم الاهلي والوداد النجم الساحلي، يعني ننتظر اللحظه التي ينتظرها عشاق القلعه الحمراء في هذه اللحظات مجموعات الافريقيه. حلو جو الاثاره اللي انت عامله ده يا سعيد. احنا منتظرين اهو. عايز انقل لك القاعه نفسها في حاله اثاره وفي حاله تشوق كبير جدا، الكل بينتظر القرعه والكل عمال يقول يا رب بعدنا عن الاهلي. انا عايز انقل لك يمكن كان في حوار او في حديث دار بين الكابتن سعد الحفيظ مدير الكوره مع رياض النور مدير الكوره في الترجي التونسي، الاثنين بيتمنوا ان يكونوا في مجموعه واحده. بيتمنوا يكونوا في مجموعه واحده عشان يبتعدوا عن بعض في الادوار النهائيه. اكيد اكيد اكيد. يعني كل الحوار ده كان حوار حصري، يمكن احنا يعني خدنا بالنا منه في البدايه. سحبت القرعه، يمكن جيلبرتو دلوقتي سحب القرعه نادي الترجي التونسي في المجموعه الاولى. الترجي التونسي في المجموعه الاولى كابتن نيتو مع تاون شيب البتسواني وكامبالا سيتي الاوغندي. تمام. لكن اي 4. اي 4. اي 4 الترجي التونسي. تمام. واول مباراه ستكون خارج ارض. لم يتحدد اذا انا اتوقع الاهلي مع الترجي، يعني احساسي. ليه يا حبيبي؟ خلينا حلوين واصحاب كده لغايه لما نبقى ندخل في الادوار النهائيه. يعني هو الفايده انك لو ترجي في المجموعه يعني تبتعد بقى عن الادوار النهائيه ودور الثمانيه تبقى لا ما ينفعش اهلي وترجي في الاول كده، امال يعني فين بقى الاثاره وفين المتعه في الادوار النهائيه؟ خلصنا بعد ما ينفعش. وفاق ستيف في المجموعه الثانيه. وفاق ستيف ماشي. وفاق ستيف في المجموعه الثانيه. لكن اذا ده ديربي كبير جدا، وفاق ستيف ومولوديه الجزائر والدفاع الجديد المغربي. الدفاع الجديد تمام. فريقين من الجزائر وفريق من المغرب يا كابتن ميدو. ده موت. سيكون ترتيبه بي 4 بره ارضه. وفاق ستيف الجزائري اولى مبارياته ستكون بره ارضه. تمام. يعني يا كابتن ميدو انا شايف والله المجموعه الثانيه مجموعه ناريه. يعني حتى الان المولوديه والوفاق الدفاع الجديد طبعا والدفاع الجديد بس يعني هي علشان المغرب، لكن قوه الفرق لا يعني قوه الفرق عادي الدنيا كويسه لسه الان يتم سحب في المجموعه الثالثه سان داونز في المجموعه الثالثه
تمام. سان داونز في المجموعة الثالثة مع بطل توجو وحرية كوناكري الغيني. تمام. مجموعة أفريقية. سان داونز مع بطل توجو مع حرية كوناكري ترتيبه سي تي 2. تمام. سان داونز سي 2. إذا سان داونز في المجموعة الثانية الثالثة. إذا زيسكو الزامبي في المجموعة الرابعة. يعني حتى الآن المجموعة الأولى تاونشيب بوتسوانا كان بلا سيتي أترج التونسي المجموعة الأولى، مولودية الجزائر الدفاع الجزيري المغربي وفاق ستيف في المجموعة الثانية، إي إس توجو سان داون الجنوب أفريقي حرية كوناكري المجموعة الثالثة، أول غوص الأنغولي مبان سوازيلاند وزيسكو الزامبي. هيبقى دي إيه؟ سان داونز تي 2. لا لا زيسكو. زيسكو دي لكن لسه ما يتحدد، يعني هو بيتم سحب الكرات من مارك فيش اللاعب الجنوب افريقي الدولي، هيتم سحب الكرات فيتحدد الان ترتيب فريق زيسكو الزامبي دي 1. تمام دي 1. اذا اولى المباريات زيسكو الزامبي مع مبان سوازيلاند. تمام. زيسكو الزامبي مع سوازيلاند دي المباراه الاولى. ندخل الآن على التصنيف الأول وسيتم سحب الكرة من أربع كرات، يا الأهلي يا الوداد يا النجم الساحلي يا مازندي. يلا. والكرة التي سيتم سحبها ستكون في المجموعة الأولى يا كابتن ميدو. يلا أنا معاك أهو، إحنا متأهبين. يعني اسم الفريق الذي سيتم سحب اسمه الآن سيكون في مجموعة الترجي. ابعدنا عن الأهلي بقى، مين اللي بيسحب؟ والتاونشيب. انا اقول لك فيش مارك فيش اللي بيسحب ولا مين اللي هيسحب الكرة؟ النادي جيلبرتو، يعني جيلبرتو هو اللي هيختار اسم الفريق الان. هو جيلبرتو هيطلعنا في مجموعه حلوه، انا عارف جيلبرتو. اتمنى. انا عارفه انا عارفه. اوعى جيلبرتو. اوعى جيلبرتو بيسحب احدى الكرات. ننتظر ننتظر. اوعى جيلبرتو. الكره التي سيتم سحبها الان ستكون في المجموعه الاولى. جيلبرتو قال لكل الحاضرين شويه شويه قالها باللغه العربيه يا كابتن ميدو. هي كره الاله هتلاقيها سخنه شويه. وانا ده للكابتن سيد. ايزي سهله، بيقول للكابتن سيد سهل اهو. الاهلي يخرب بيتك. الاهلي مع الترجي. الاهلي مع الترجي. لا جيلبرتو كده يا جيلبرتو. الاهلي والترجي التونسي وكمبلا سيتي الاوغندي وتاونشيب البتسواني. تمام. الاهلي ايه؟ اولى المباريات الاهلي والترجي التونسي 4 مايو في القاهره. شكرا يا جيلبرتو. شكرا يا حبيبي. اولى المباريات الاهلي والترجي التونسي في القاهره. الاهلي والترجي 4 مايو. حلو قوي. يوم 4 مايو الاهلي والترجي التونسي في القاهره يا كابتن ميدو. تمام تمام. على فكره المجموعه مش وحشه، يعني المجموعه مش وحشه. انا قلت كده، انا قلت كده. بس احنا مش عايزين يعني مش عايزين ندب في الترجي، والترجي يبقى يعني عايزين الاهلي والترجي يبقوا مؤهلين، يعني ان شاء الله يبقوا مؤهلين. فرصه ايجابيه. الترجي صعد بكل صعوبه امام جورماهيا الكيني، صعد بكل صعوبه، صعد بفارق هدف وفاز على ارضه في تونس بهدف بكل صعوبه على بطل كينيا. تمام. اذا مواجهه الاهلي، الاهلي والترجي ثم تاون شيبا بوتسواني وكمبالا سيتي الاوغندي. الان بيتم سحب الفريق الثاني تي بي مازيمبي. مازيمبي المجموعه الثانيه. مازيمبي في المجموعه الثانيه، مجموعه ناريه، مجموعه ناريه. مازيمبي مع مولوديه الجزائر مع الدفاع الجريدي المغربي مع وفاق ستيف الجزائري. وفاق ستيف في مازيمبي. بالظبط. اولى المباريات ستكون وفاق ستيف امام مازيمبي الكونغولي. في فين بقى؟ في وفاق ستيف. اولى المباريات ستكون لا في مازيمبي. في مازيمبي. مازيمبي سيستضيف وفاق ستيف. تمام. المجموعة الثالثة الوداد. الوداد المغربي. والرابعة النجم الساحلي. تمام. الوداد المغربي ستكون أولى مبارياته أمام سان داون. تمام. والنجم الساحلي مع أول أغسطس. والنجم الساحلي مع أول أغسطس الأنجولي. إذا الوداد المغربي أولى مواجهاته ستكون سان داونز. سان داونز في جنوب أفريقيا. في جنوب أفريقيا. والنجم الساحلي سيواجه اول اغسطس الانغولي. هيكون في
هيكون في 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 النجم دي 2 ودي 3 اول المباراه ستكون في انجولا، اول غصن الانجولا سيواجه النجم الساحلي التونسي في انجولا. اوكي. وسان داونز الجنوب افريقي سيواجه الوداد المغربي في جنوب افريقيا. والاهلي سيواجه الترجي التونسي في القاهره. ومازيمبي سيواجه وفاق ستيفا الجزائري في مازيمبي. بالفعل بالفعل. اذا المجموعات الاربعه تحددت الكابتن ميدو. الاهلي تاونشيب بوتسوانا، كامبالا سيتي الاوغندي، الترجي التونسي. المجموعه الثانيه مازيمبي الكونغولي، بلوديه الجزائر، وفاق ستيف والدفاع المغربي وفاق ستيف الجزائري. المجموعه الثالثه اي اس بطل توجو، سان داونز الجنوب افريقي، الوداد المغربي، حراك ونكري الغيني. المجموعه الرابعه والاخيره زيسكو الزامبي، اول اغسطس الانجولي، النجم الساحلي التونسي، بابان سوازيلاند من سوازيلاند. تمام. سيواجه الترجي اولى المباريات يوم 4 مايو في القاهره، ثم المباراه الثانيه في اوغندا يوم 14 مايو مع كامبالا سيتي. مع كامبالا سيتي الاوغندي. احد ايام 15 16 مايو، احد ايام 15 او 16 مايو ستكون المباراه الثانيه في اوغندا مع كامبالا سيتي. 15 او 16 مايو بالظبط. اخر مباراه قبل انطلاق بقى المباريات الدوليه والاجنده الدوليه الخاصه بكاس العالم في روسيا باذن الله يا كابتن ميدو، اللي هي كامبالا سيتي في كامبالا سيتي في اوغندا. احد ايام 15 او 16 16 مايو، واللقاء الاول امام الترجي احد ايام 4 او 5 او 6 مايو. احد ايام 4 او 5 5 او 6 مايو، يعني مش 4 او 6. تمام. يعني يعني ممكن تختار مباريات الجمعه او السبت او الاحد، يعني عندك 4 5 6. وبعد كده المباراه الاخرى احد ايام 15 او 16 بالظبط كده. يعني اولى مباراه الترجي ثم كامبالا سيتي، وتؤجل المباراه فيما بعد بقى لشهر 7، وتكون اولى مباراتك امام تاون شيب بطل بوتسوانا باذن الله في المرحله الثالثه من دور المجموعات. اذا دي هي الاجواء او هي المجموعات النهائيه بشكل نهائي بعد اعلانها الان من قبل الاتحاد الافريقي في حضور عمرو فهمي سكرتير القاف ومارك فيش وسيبستيان جيلبرتو. تمام يا سعيد، يعني هنسيبك شويه تستريح ونرجع لك تاني برضو لو عندك جديده. سعيد محمد سعيد، شكرا جدا على هذا النقل التفصيلي لكره الدوري ابطال افريقيا.